مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات في التاريخ، دور تلاقي عنها مكتوب حكايات بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. هو من ناحية الكورونا والأزمة العالمية والكلام دوت، انت لو بصيت لمصر مفيش دولة زيها في العالم. لو أنا بكلمه أقول له ربنا يعينك علينا ويعينك على الدنيا ويصلح حال البلد يا رب. طلبنا منه وكلفناه يوم 30/6 إن هو ينزل يحمي شعبه، ونزل وقدرنا إن احنا نرجع بلدنا من فرقة كانت مغتصباها في يوم من الأيام. ده أكبر شكر أقدر أشكر بيه الرئيس بصراحة. كنا عايشين في منطقة أبو رجيلة بين الزبالة وبين حاجات كتير جدا، لا إحنا جينا هنا أنظف وأنقى، مدرسة، جامعة، كل حاجة كويسة. بجد شكرا شكرا للسيد الرئيس على كل الحياة الكريمة اللي هو اختارها لنا ان احنا نكون فيها. ما نفكرش بس لورا، ما نفكرش تحت رجلينا بس، ونبص لقدام ونبص لعيالنا، واحنا ان شاء الله هنعدي. مصر جت قبل التاريخ، والتاريخ جه بعدها، حالة نادرة من الجمال صعب تلقاها زيها. التطوير اللي موجود في البلد كل الناس حاسة بيه، طرق وكباري وطابتين ترع، حياة كريمة، مبادرة مليون صحة، المساكن اللي اتعملت مكان العشوائيات، القرى اللي في الصعيد، الناس اللي كانت ما عندهاش صرف صحي، ما عندهاش غاز، ما عندهاش كهرباء، دلوقتي عايشة في بيوت آدمية ونظيفة وأساس نظيف. ربنا يعينك علينا وربنا يوفقك إن شاء الله، وإحنا كلنا في ظهرك. والله أنا أقدر أقول لك الرئيس عمل حاجات كتير حلوة، من كتر اللي هو عامله أنا مش عارف أشكر لك في إيه. أحب أقول له خليك معانا يا ريس وما تسيبناش، وان شاء الله احنا في ظهرك ومش هنخذلك ابدا. دايما هو بيحب اللي هو بيبص للطبقه الفقيره جدا، يعني حاول يجيب لهم دعم باي طريقه. وكفايه الامن والامان اللي في البلد، احنا كلنا في ظهرك وداعمين ليك وداعمين لمصر جديده ونهضه ان شاء الله رب العالمين. انا دايما بقولها بكل صلاه، ربنا يخليك لنا واللي يحرمنا منك ابدا، ودايما بقول وحياه ربنا، ربنا يجعل يومي قبل يومك. ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اكرمنا براجل زي ده، كان أدبه خير على البلد، الراجل ده خد البلد مهلهلة. شكرا رئيس على الطرق اللي انت بتعملها، شكرا رئيس على الأمن والأمان، اللي احنا يبقى عندنا رئيس يدافع عننا ويدافع على العرب كلها. الحكاية في مصر فكر